اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بمصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب. استمرت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك في إطار خطط التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية ودولة البحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واستمرت فعاليته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها واستعادة السيطرة عليها، حيث قامت الطائرات متعددة المهام بعمليات الاستطلاع وتقديم المعاونة الجوية، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوي والاقتحام الرأسي وتحرير الرهائن المحتجزة. كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب. كما شملت الأنشطة المنفذة في التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل مهارات القوات المشاركة، كذلك تنفيذ معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب والتدريب على أعمال الاستطلاع وتنظيم الكمائن، كذلك التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض JTAC والطائرات الموجهة بدون طيار، والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بدائية الصنع بواسطة عناصر الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي. وتنفيذ عدد من الرميات النمطية والغير نمطية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع الرمي المختلفة. قد أظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق بين كافة العناصر المشاركة في التدريب والقدرة العالية على تبادل واكتساب المهارات القتالية في أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة. وألقى اللواء أركان حرب رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيدا بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب. وفي سياق متصل نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لكافة القوات المشاركة بالتدريب إلى مدينة العالمين الجديدة
لرؤية المشاريع التنموية العملاقة المنفذة بها، مما عكس سعادة بالغة من القوات المشاركة بالتدريب لما شاهدوه من إنجازات عظيمة تضاهي كبرى المدن العالمية المنشأة على الطرازات الحديثة. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المشاركة بالتدريب.